عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. عنوان تعالوا إلى كلمة سواء، يكتب دكتور صلاح الغزالي حرب في عدد الجمعة من المصري اليوم، متحدثا عن الحرب الشرسة التي تخوضها قواتنا المسلحة والشرطة على عصابات الإرهاب بالتزامن مع نبرة التهديد من الكارهين للوطن واقتراب الانتخابات الرئاسية. نجد من يحاول أن يشق عصا التماسك الداخلي المطلوب في هذه الفترة الحرجة عن طريق إثارة بعض القضايا التي تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية للبلاد، والتعبير عن رفضهم للإدارة القائمة أو طمعا في الوصول إلى حكم مصر مرة أخرى. عودة إليك سيادة المستشار، يعني الكل يعلم جيدا بكل تأكيد الكارهين لهذا الوطن، لكن يعني على الجانب الآخر برأيك كيف نواجه الآخرين المهتمين بإثارة الفوضى والشائعات في البلاد؟ الحقيقة الشائعات ومحاولة ضرب التماسك الداخلي زادت في الفترة الأخيرة استناد الوهم موجود عند أطراف عديدة دولية والعناصر اللي حضرتك قلتيها، عندهم وهم أنه الانتخابات الرئاسية هي نقطة ضعف للدولة المصرية وللحكم في مصر، وده الحقيقة وهم وتبديده في منتهى السهولة. نتعامل معهم إزاي؟ بأمرين اتنين في منتهى البساطة. الأمر الأولاني عملوا النائب العام بتجريم إطلاق الشائعات أو تفعيل القوانين التي تجرم إطلاق الشائعات، وأصبح الآن يستطيع من يطلق أخبارا كاذبة وشائعات أن تتم محاكمته أو يتم الإبلاغ عنه ويعني وضعه أمام القانون. الجزء الآخر أو الرد الآخر العملي الحقيقي بقى والجاد على كل الكلام اللي تم في الشهرين الأخيرين من محاولة ضرب الاستقرار في مصر وضرب العلاقة بين عناصر المجتمع المصري، هو أن نذهب إلى صناديق الاقتراع، وجود حشود في صناديق الاقتراع، وجود نسبة مشاركة عالية هي التي ستحسم هذا الأمر وتقدم الدولة في مظهرها القوي ومظهرها المتماسك، وتقدم المجتمع المصري صاحب كلمة واحدة ويجمع على مطالبه في الاستقرار وفي التقدم وفي النمو الذي يتم حاليا وفي دعمه لقيادته. ده هيتم في بذهابنا جميعا إلى صناديق الاقتراع. يجب عدم الاستهانة بهذا الأمر. هي معركة كبرى إن لم تكن بين مرشحين عديدين مثلا، ولكنها معركة كبرى مع هذه التيارات ومع المجتمع الدولي ككل. نريد أن نصدر هذه الصورة للعالم، الشعب المصري عن بكرة أبيه خرج يصوت لاختيار قيادته التي ستقود الفترة القادمة. إلى